تابلتك معاك وكتابك معاك. النهارده بقى يوم مخططين له من فتره، يعني المية هتتقطع طول النهار، فخدناه كده على الهادي شويه وهنخرج، لان طبعا البيت من غير مية صعب جدا. بس حبيت اقول لكم بس على حته جميله قوي في الكتاب بتاع اميلي بوست اللي هو الاتيكيت والمانرز. Think before you speak، فكر قبل ما تتكلم. وعشان تفكر قبل ما تتكلم محتاج تتكلم ببطء. ودي يمكن كنت قريتها برضو في نفس كتابها، ان يمكن لاحظتوها حتى فيا. اي حد فينا بيتكلم تلاقوا كلامه مليان هو لسه عاملاها دلوقتي اهو هو ده الوقت اللي احنا بنحاول نستجمع فيه افكارنا. وهي بتنصح اننا نبطئ وتيرة كلامنا. لما نبطئ وتيرة كلامنا هندي نفسنا فرصة ان مخنا يفكر، فيطلع الكلام موزون مترتب. هنا بتقول نفس الكلام بس بتتكلم على الثينكينج، على التفكير، نفكر. عجبني قوي قوي سوري كلمة مش عارفة إذا كنتوا شايفينها ولا لا، taking the trouble to think، إن التفكير مش حاجة سهلة. إن إحنا نتكلم بعد تفكير ده مش حاجة سهلة، كأنها مشكلة وإنت بتواجهها بتحاول تحلها، فمش سهلة خالص. فأنا هقعد أكمل قراية وأكمل أذان القهوة اللي أنا عملته لنفسي. وشايفين اهي ولا خلاص، انا النهارده هحاول ابطل التأتأة وكلمات الحشو. واضح ان انا بمد حرف الواو عشان ادي فرصه لنفسي ان انا افكر. فانا مش هخاف من فترات الصمت بين الكلام، وهتكلم من غير تأتأة ومن غير مد حروف الواو. عارفين موضوع قطع المية ده فكرني بكلام مصطفى محمود، دكتور مصطفى محمود، وهو بيتكلم ان اي حد فينا دلوقتي عايش احسن من احسن ملك. فعلا تخيلوا كده، المية بتجيلنا في الحنفية وبدون عناء. اي نعم بتقطع، اي نعم احيانا بتبقى الجودة المية في وجهة نظرنا مش كويسة، بس تخيلوا زمان كانوا بيجيبوا المية ازاي. ومش هقول زمان، لغاية دلوقتي في بيوت في مناطق معينة اللي هي المناطق الريفية او المناطق اللي هي ما دخلتهاش الخدمات او العشوائيات اللي احنا اللي بنبنيها مش الحكومة ولا اللي متسببة فيها، كل الحاجات دي اللي احنا بناخدها على انها حاجة كده عادية في حياتنا، يعني كانت من كماليات ورفاهيات العصور اللي قبل منا. وحتى التلفزيون، انا فاكرة مامتي كانت بتحكي وهي صغيرة انها كانت بتروح عند عمتها عشان هما كانوا اول ناس جابوا التلفزيون، وبعدها بحاجة بسيطة جدي الله يرحمه جاب التلفزيون. دلوقتي تخيلوا كده بيوتنا من غير تلفزيون ومن غير قنوات ومن غير فضائيات. فأحيانا بنبقى محتاجين موقف كده خلال اليوم أو الحياة يفكرنا بالزبط إحنا فين وموقعنا فين، ويفكرنا إن الحياة اللي إحنا متبطرين عليها تعتبر حياة كويسة. ودي مش بأي حال من الأحوال دعوة إن إحنا نقبل الحاجات القليلة أو نقبل الحاجات اللي هي يعني حياة دون المستوى، لكن لا، لازم نتطلع للأحسن، لكن ما نبقاش ناقمين على حياتنا لغاية ما نوصل للأحسن في مرحلة انتقالية. المشكلة المرحلة الانتقالية دي ممكن نحس فيها بمرارة شديدة جدا 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 لو سيبنا نفسنا لبطر العيش، فنستمتع بالمعافرة
بالمجاهدة، بإن احنا نحسن مستوانا، لكن في نفس الوقت ما نتبطرش على العيشة اللي احنا فيها، ونقول الحمد لله احنا عايشين كويس وبكرة هنعيش أحسن. Fair amount of حاطط عشان بحب الخط. ماشي اوكي، ما انا بقى انا اللي بعمل الاوردر، فانا حاطه شويه صغيرين، حاطه يعني كل حته شويه صغيرين. احلى حاجه ان الواحد يرجع يلاقي ايه، قطط مستنياه واولاد مستنيينه. ها ازيك ازيك ازيك، يلا تعالي مشغولة. يا سلام يا سلام يا سلام. قطتنا العجوزة نونو نورة. ايوه 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 ايوه، حبة ستريتش يوجا القطط. راح فين راح فين روحتي فين؟ بعد يوم حافل وطويل بحب اختتمه كده بشوية هدوء، نطفي الأنوار، نشغل ريحة حلوة. دلوقتي في ريحة ياسمين أنا حطاها، والدخان بتاعه مش باين قوي بس هو في مست طالع كده، يمكن هنا كده اهو شايفين مست طالع كده بريحة ناعمة، يعني يخلي الجو حلو كده وريحة جميلة عشان الناس تبتدي ترتاح كده في آخر اليوم، ما يبقاش البيت صاخب ودوشة وهيصة وزيطة وزنبليطة. للأسف ما كنتش أحب أنهي اليوم بكلام صعب شوية، لكن حصل موقف النهاردة خلاني أفكر كتير قوي. في صالون التجميل واحدة من الكوافيرات اللي بتشتغل، في وسط ما احنا قاعدين بتشتغل في العميلة اللي جاية لها وانا بضحك وبهزر مع البنت اللي بتعمل لي، والجو لايت وخفيف، وجالها تليفون ان ابنها حصلت له حادثة. فطبعا انهارت وعيطت وبقت بتلم حاجتها بسرعة بسرعة ومش عارفة تعمل ايه ونهارت، وكلنا يعني تعاطفنا معاها قوي وخلاص. يعني هو دلوقتي كل واحد راح بيته وكل واحد انشغل في حياته، لكن كنت قاعدة عمالة بفكر ازاي ان الواحد ممكن في لحظة حياته تتشقلب. وعشان كده يعني ندعي ان ربنا سبحانه وتعالى ما يبتليناش بفواجع الامور، بحاجات فوق طاقتنا وفوق احتمالنا، ويحافظ على كل الناس اللي في حياتنا اللي بنحبهم، وما يحرمناش من حد بنحبه أبدا. أقول لكم تصبحوا على خير وأشوفكم بكرة إن شاء الله.